راحلة تحية كاريوكا ربطتها علاقة صداقة قوية بكوكب الشرق أم كلثوم، وكان في ما بينهم مواقف كتيرة، منها الموقف اللي اضطرت فيه أم كلثوم للحجز على فلوس تحية كاريوكا. أنا ماريا مجدي، ويلا نعرف إيه الحكاية. بعد وفاة أم تحية كاريوكا، أم كلثوم قالت لها أنت يا بنت أنت لازم أحجر عليكي، وده اللي قالته تحية كاريوكا في مقابلة مع مجلة الموعد في عددها الصادر يوم 13 مارس سنة 1975، وده بمناسبة ذكرى الأربعين لأم كلثوم. وده كان لأن تحية كاريوكا معروف عنها الإسراف الشديد بشكل مش معقول، فجاوبتها تحية ليه وإزاي؟ فقالت لها أم كلثوم أتبناكي وحوش لك فلوسك وأنا اللي هصرف عليكي. كاريوكا وافقت على الموضوع ونزلت علشان تعمل شوبينج، واشترت مجموعة كبيرة من الأزياء اللي تمنها كان كبير جدا، وبعتت الفواتير كلها على فيلا أم كلثوم، وكانت النتيجة ان كل نص ساعة يدق واحد من العمال جرس الفيلا بيطالب بتمن الفاتورة. فكلمتها أم كلثوم وقالت لها ايه الحكاية، انت فاكرة اللي تبناكي أم كلثوم ولا البنك الأهلي؟ تحية كاريوكا حزنت جدا على رحيل أم كلثوم، وقالت انها كانت بتزورها كل أسبوع وبينهم مواقف كتيرة، وكانت بتعتبرها زي أمها، ورفضت إنها ترقص على أغانيها احتراماً ليها. وقالت الفنانة الراحلة إنها اتدخلت بين أم كلثوم وعبد الحليم حافظ في خلافهم الشهير، وإنها أجبرت عبد الحليم على الاعتذار لأم كلثوم، وقالت الكبار دول ليهم احترامهم. يعني أول ما دخل عبد الحليم من برة، وده كان في نادي الضباط، ولقاها قال بتسرع الولاية دي لسه بتغني، وابن أختها كان واقف، فأنا قلت له اخرس ابن أختها وراك، دي الغلطة الوحيدة اللي عملها، هو ما كانش بذيء اللسان، لكن معرفش ايه اللي جراله اليوم ده. في كتير بيقارنوا بين تأثير تحية كاريوكا وتأثير أم كلثوم في الحياة الفنية، ده غير التشابه في دورهم الوطني، فكان معروف عن تحية كاريوكا نشاطها السياسي زي ما كان لأم كلثوم دور وطني كبير في دعم قضية بلادها في الأزمات اللي تعرضت ليها.